السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله عندنا محاضرة Dimensional Metrology and Quality أو القياسات البعدية والجودة. أنا دكتورة داليا محمود، مدرس مساعد بقسم هندسة الإنتاج، خريجة دفعة 2009. إن شاء الله النهاردة أنا اللي هدرس لكم المحاضرة دي. طبعا نظرا ان المحاضره او الاسبوع ده هيكون كله اونلاين، فالمحاضره دي هتنزل لكم اونلاين يوم 4 ديسمبر 2021. لو في اي حاجه مش واضحه او اي حاجه مش مفهومه تقدروا تبعتوا لي على التيمز اكاونت بتاعي. متهيألي كلكم عارفين الاكاونت بتاعي لان انا اللي بنزل المحاضرات، واي حد بيبعت لي انا برد على طول. فلو في أي حاجة مش واضحة بعد المحاضرة أو وأنت بتسمع المحاضرة مش فاهمها يا ريت تبعتهولي. النهاردة الـ intended learning outcomes أو أنا عايزاك تاخد إيه من المحاضرة دي. أول حاجة هنفهم معنى أو هنفهم الخصائص لأجهزة القياس. أجهزة القياس بيبقى لها خصائص كتير، إحنا هناخد أهم خصائص ونحاول نفهمها. بعد كده هنتكلم على القياسات البعدية عامة وثلاث طرق نقيس بيهم قياسات بعدية. هنركز على السيمبل تولز اللي انتوا أخدتوهم في السكشن في الورشة، إنما أنا عايزاكم برضو تبقوا عارفين الطريقتين التانيين. وآخر حاجة هناخدها هي الكواليتي، مفهوم الجودة، وهندرس يعني ايه اعمل كواليتي كنترول، يعني ايه كواليتي اشورنس، المقصود بكلمة تي كيو ام والمقصود بمعنى الايزو ستاندردز اللي يمكن كتير منكم يكون سمع عنه قبل كده. خلينا نبدأ بنفس السلايد اللي انتوا بتشوفوها كل محاضرة، وهي السلايد الرئيسية لقسم هندسة الإنتاج. بدأتوا أول أسبوع أخدتوا الماتيريالز، أخدتوا أنواع مختلفة زي البلاستيكس والميتلز والسيراميكس والسيراميتس، أخدتوا أشكال الرو ماتيريال دي بتبقى عاملة إزاي، وبعد كده الرو ماتيريال دي بندخلها في عملية تصنيع زي ما أخدتوا مع دكتورة علياء. عملية التصنيع دي ممكن نقول أو نصنفها إن هي بتبقى تشكيل forming، ما بيحصلش أي تغيير في الفوليوم، أو تشغيل بمعنى إن أنا بجيب أداة قطع وأبتدي أغير وأشيل من الفوليوم بتاع الرو ماتيريال علشان أوصل للشكل اللي أنا عايزاه. بعد ما بعمل عمليات التصنيع البدائية بشوف المنتج بتاعي، لو المنتج فيه أكتر من جزء ممكن أكون محتاجة أعمل تجميع أو أسامبلي. الأسامبلي ده ممكن يبقى عن طريق اللحام، وممكن يبقى ده المنتج النهائي على طول، وبقى انا كده وصلت للفاينل برودكت بتاعي. يا اما هخزنه يا اما هنقله لمخزن تاني او هنقله للكاستمر اللي هيروح له. في النص بيظهر عندي المربع الاحمر اللي عندك ده مكتوب فيه انسبكشن او اختبار، وشايف هنا واحد بيقيس حاجه. معنى كده ان انا محتاجه اقيس الاجزاء اللي طلعت من المانيفاكتشرنج بروسيس. ممكن ابقى محتاجه اقيسها قبل ما اعمل اسامبلي، ممكن ابقى محتاجه اقيسها اثناء الاسامبلي، وممكن ابقى محتاجه اقيسها بعد الاسامبلي. فبالتالي عمليه الاختبار او الانسبكشن دي عمليه مهمه جدا ولازم كلنا نتعرض لها اثناء البرودكشن لاين بتاعنا. انا يهمني انك في المحاضره دي يبقى عندك معلومات عامه تكفيك انك لو عندك اي منتج او جاء اثناء دراستك او بعد ما خلصت عايز تقيس حاجه تفتكر ان كان في طرق معينه للقياس، تفتكر ان اجهزه القياس لها كاركترستكس او خصائص معينه، تفهم يعني ايه جوده، بحيث لو بعد كده سواء دخلت هندسه انتاج، دخلت هندسه كهرباء، ميكانيكا، او اي من الاقسام الاخرى اكيد هتعدي عليك جزء القياسات وجزء الجودة. طيب خلينا نكمل كده سلايد كمان. هتلاقوا ان انا عندي اجهزة قياس كتير جدا، بحدد جهاز القياس ده على حسب انا هقيس ايه.
طبعا لو بقيس قياسات بعدية dimension، غير لو بقيس فولت، غير لو بقيس فورس، غير لو بقيس بريشر أو سبيد. اللي احنا هنركز عليه هي الدايمنشنز بس. وطبعا أجهزة القياسات كتير، فاحنا هنركز على 3 أنواع بس. طيب خلينا قبل ما نشوف أنواع أجهزة القياس نشوف الخصائص لأجهزة القياس. أول كاركترستيك هنتكلم عليه هو الرينج. الرينج هو المدى لجهاز القياس. فتخيلوا أنا عندي مثلا أبسط جهاز قياس للأبعاد هي المسطرة، المسطرة الحديد اللي قدامكم دي. أنا عندي مسطرة 15 ملي، ومسطرة 30 ملي، ومسطرة 40 ملي. عشان أحدد الرينج لكل مسطرة هشوف أكبر حاجة ممكن تقيسها. أكبر حاجة ممكن أقيسها هنا 15، يبقى الرينج أو المدى للمسطرة دي 15 ملي، المدى للمسطرة دي 30 ملي، المدى للمسطرة دي 40 ملي. كاركترستيك تانية اسمها السكيل فاليو. السكيل فاليو هي أصغر قيمة ممكن أقيسها. لو عندك المسطرة اللي على إيدك الشمال دي أصغر قيمة ممكن تقيسها هي 1 سنتي. طب لو بصيت على المسطرة اللي على إيدك اليمين هتلاقي إن أصغر قيمة ممكن تقيسها هي 1 ملي. معنى كده إني لو عندي ألم وبقيسه بالمسطرة دي، الألم ده في النص ما بين 6 و7. معنى كده إن أنا ما أقدرش أقول هو 6 بوينت كام، أنا مش شايفة الملي هنا. فأنا يا إما أقول 6 سنتي يا إما أقول 7 سنتي. إنما لو جيت على الـ example اللي هنا هلاقي إن هو 6 و1 2 3 4 شرط، يبقى 6 سنتي بوينت 4 أو 64 مليمتر. أحد الخصائص الأخرى هي الأكريسي أو الدقة. الدقة هنا معناها أنا قريبة قد إيه من القيمة الحقيقية. أي جزء أو منتج في العالم بيكون له true value. القيمة الترو دي أنا مش عارفاها. أنا باخد القلم ده وأحطه على المسطرة وأقيس القلم ده قيمته قد إيه، فبيظهر لي measured value. لو بطريقة معينة أو لو الديزاينر قايل لي المنتج ده هيطلع بقيمة X، يبقى ساعتها آخد الـ true value، ساعتها هاخد الـ measured value، أطرح منها الـ true value، أطلع الـ error في القياس. ودي أحد الطرق اللي أقدر أعبر بيها عن الـ accuracy لأداة القياس. آخر characteristic هناخده النهاردة هي الـ precision أو الضباطة. الـ precision معناها أنا قد إيه جهاز القياس بتاعي بيطلع القيم بتاعتي قريبة قد إيه من بعض. بمعنى خلينا نشوف هنا مثلا في الصورة، أنا ماسكة جهاز قياس وبقيس القطر للمنتج ده. أول مرة طلع لي 26.5. لما شلته وقيسته تاني من نفس المكان بالظبط طلع لي 26.6. قيسته تاني طلع لي 26.7، وهكذا. القيم دي قريبة من بعض قد إيه؟ هل هي قريبة ولا بعيدة عن بعض؟ لو قريبة يبقى الجهاز ده precise، البريسيجن بتاعته عالية. لو القيم دي بعيدة يبقى الجهاز ده البريسيجن بتاعته قليلة. خلينا نفهم تاني معنى أو الفرق ما بين الأكريسي الدقة والبريسيجن اللي هي الضباطة. الجراف اللي قدامنا ده بيبين الفرق ما بين الأكريسي والبريسيجن. لما بروح في الاتجاه ده البريسيجن بتزيد، لما بروح في الاتجاه ده الأكريسي بتزيد. طيب تعالوا ناخد أحسن كيس سيناريو، الكيس اللي هنا دي. أنا بقيس منتج، وكل ما بقيس المنتج بعمل نقطة عن القياس بتاعي. القياس الصح تعبر عن القياس بتاعي، القياس الصح في السنتر هنا. كل مرة بقيسه القياس بيطلع في السنتر، كل مرة أقيسه بيطلع في السنتر، ده معناه إن هو accurate ومعناه إن هو precise.
طب تعالوا نبص هنا، كل مرة أقيسه بدل ما بيطلع في السنتر بيطلع على جنب، كل مرة أقيس يطلع على جنب، وكل نقط القياس قريبة من بعض أوي، يبقى ده precise بس مش accurate، في error هنا، بدل ما النقط دي كلها تطلع في السنتر على القياس المظبوط الـ error عندي كبير. طيب تعالوا نبص على الـ example اللي هنا، accurate but not precise. القرايات طالعه جنب السنتر انما مش قريبه من بعض، القرايات مشتته عن بعض، فده معناه ان هو مش بريسايز. الاكزامبل الاخير، القرايات ولا هي قريبه من السنتر ولا هي جنب بعض، فهو ولا اكيوريت ولا بريسايز. الاكزامبل ده مهم جدا، اتمنى ان كلكم تكونوا فاهمينه كويس. تعالوا كده نبص بقى على القياسات البعدية الـ dimensional measurements. أنا ممكن أقيسها إزاي؟ أنا ممكن أقيسها بثلاث طرق: simple tools، coordinate measuring machines، و 3D scanners. الـ simple tools دي غالبا بتبقى contact، يعني أداة القياس عاملة contact أو عاملة تلامس مع الـ port. الـ geometry أو الشكل بتاع الأجزاء اللي أنا بقيسها المنتجات بيكون simple أو بسيط. أنا بقيس نقطة التلامس بتبقى في نقطتين، فالنقط القياس بتاعتي قليلة، الدقة بتاعتها بتبقى medium compared لل coordinate measuring machines ومقارنة بال 3D scanners. طب لو جينا بصينا على ال coordinate measuring machines، باخد كونتاكت برضو، يعني في تلامس ما بين أداة القياس والبورت، الجيومتري بتبقى complicated، عدد النقط اللي باخدها بيكون medium amount يعني أكبر من السيمبل تولز بس أقل من 3D scanners، الأكريسي بتاعتها بتبقى عالية، أعلى من السيمبل تولز وأعلى من 3D scanners. ولو بصينا على 3D scanners ما بعملش أي كونتاكت مع البورت، بتكون مناسبة للأشكال السيمبل والكومبليكيتد يعني المعقدة والبسيطة، باخد عدد كبير قوي من النقط، إنما الأكريسي بتاعتها الدقة بتاعتها ليميتد. هناخد كل واحدة لوحدها. هنركز الأول على السيمبل تولز. السيمبل تولز اللي انتوا شفتوها معظمكم في الورش، مثلا ممكن أقيس قطر للمنتج أو السماكة الثيكنس بتاع المنتج او مثلا العمق بتاع المنتج، والاجهزه دي انتوا كلكم شفتوها وهناخدها بالتفصيل. بتكون الجيومتريز بسيطه، باخد نقطه قياس واحده او اتنين، ممكن اكرر القياس ده 3 4 مرات او 5 مرات عشان ابقى متاكده اني بقيس قيمه صحيحه. بس لو الشكل بتاعي معقد شويه، يعني شكل زي ده هقيسه ازاي باستخدام الفيرنير؟ بالتالي صعب. فبالتالي بدأنا أو الناس أنتجت مكنة اسمها Coordinate Measuring Machine. خلينا نبص على الفيديو ده ونشوف الـ Coordinate Measuring Machine بتشتغل إزاي. لو جيت بصيت هتلاقي إن الـ Coordinate Measuring Machine دي لها مجس أو بروب. البروب ده بيبتدي يمشي على الجسم نقطة 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 نقطة، يبتدي يجمع مثلاً نقط كتير قوي لشكل الفراغ اللي هنا، مش بس الفراغ، لشكل الفراغات اللي هنا، لشكل السايد، الحيطة الجانبية، جميع أي فيتشر في البادي ده محتاجة أقيسه، بخلي المجس بتاعي ياخد نقطة. النقطة دي بتبقى مكونة من 3 coordinates اللي هم X Y Z، وابتدي النقط دي كلها أوقعها في الفراغ، وده شبه جدا الهندسة الفراغية اللي انتوا المفروض تكونوا بتاخدوها. وبعد ما أوقع النقط دي في الفراغ على الكمبيوتر، طبعا باستخدام الكمبيوتر، ممكن أبتدي أحسب الشكل الجيومتري اللي هنا إيه، طب شكل الهول ده الدايمتر بتاعه كام، طب هل السطح ده عمودي على السطح ده، الزاوية ما بين السطح ده والسطح ده قد ايه، طب معادلة السطح دي كام، كل الحاجات دي اقدر احسبها طبعا عن طريق الكمبيوتر وبتبقى سوفت وير جاهزة.
السرعة هنا لو تلاحظ متسرعة multiplied مضروبة في 8، ده معناه إن الجهاز ده بطيء شوية. بيبقى automated ساعات، بحيث أنا لو عندي فرض مثلا عندي 100 منتج أقدر أعمل بروجرام معين، المقاس ده بيمشي على نفس النقط كل مرة، وبالتالي يقارن ما بين الأجزاء المختلفة، يقارن ما بين الجيومتري بتاعة الديزاين اللي أنا عايزاها والجيومتري اللي طلعت بعد عملية التصنيع. وزي ما قلنا الطريقة دي كونتاكت مناسبة أكتر للcomplicated geometries، وكمان بتاخد عدد محدود، مش محدود قوي زي السيمبل تولز بس متوسط من الداتا بوينتس، والاكريسي بتاعتها بتكون عالية. طيب لو أنا عايزة أخد نقط أكتر وعايزة العملية تبقى أسرع، ساعتها بروح لل 3D scanners. أنا برضو جبت فيديو عن ال 3D scanners يبين هي بتشتغل إزاي. الفيديو ده هيقارن الأول ما بين ال coordinate measuring machine اللي احنا لسه شايفينها في الفيديو اللي فات وال 3D scanners، وهتلاقيه بيوضح إن ال coordinate measuring machine بطيئة، وهتلاقيه برضو بيبين لك إحداثيات النقط X Y و Z اللي هو بياخدها. عايز حاجة أسرع يبقى ساعتها هنستخدم ال 3D scanner، بنحط المنتج على التابل اللي قدامنا دي، التابل دي بتلف، وفي نفس الوقت ال 3D scanner ده بيكون فيه كاميرتين، الكاميرتين دول وساعات بيبقى فيه ليزر كمان، يبدأوا يقيسوا الجسم أو يصوروا كذا صورة للجسم. الجسم بيلف وابتدي أخد إحداثيات النقط كلها تاني نفس الطريقة بتاعت الـ coordinate measuring machine. الإحداثيات بتاعت النقط دي هحطها على الكمبيوتر، أبتدي أشوف كده هل المنتج ده شبه الديزاين اللي أنا كنت عايزه، هل طلع مناسب ولا مش مناسب، طلع إيه علاقة بينه وبين الديزاين، طب الدايمنشن اللي هنا قد إيه، طب لو جيت بصيت مثلا البعد ده بيساوي كام، السمك ده بيساوي قد إيه، الديامتر في الحتة دي بتساوي قد إيه، كل ده أقدر أحسبه عن طريق الكمبيوتر. أقدر أحسب حاجات أكتر بكتير من السيمبل ميجرينج تولز، وبالتالي بتكون مناسبة زي ما قلنا لل complicated geometries، ولما أكون الأكريسي اللي أنا عايزاها مش عالية أوي. طيب خلينا كده نرجع تاني للتقسيمة بتاعتنا. اللي أنا عايزاكم أو اللي إحنا هنركز عليه شوية أكتر هي السيمبل تولز. السيمبل تولز أنتوا شفتوها في الورشة، ممكن نقسمها لفيرنير كاليبر، لميكرومتر، ولفيرنير بروتراكتر. هنبدأ أول حاجة بالفيرنير كاليبر. هاجي بص على العناصر المكونة للفيرنير كاليبر. أول حاجة بيكون عندي مين سكيل. المين سكيل ده شبه المسطرة اللي احنا بنقيس بيها، اللي احنا اتكلمنا عليها في أول المحاضرة، لها رينج أو مدى قياس. مدى قياس هنا 150 مليمتر، وأقل سكيل فاليو فيها زي المسطرة بالظبط لو بصينا عليها هنلاقيه 1 مليمتر، ده السكيل فاليو وده الرينج. في حاجة اسمها secondary scale أو تدريج ثانوي. التدريج الثانوي ده بيتحرك يمين وشمال على حسب أنا بقيس إيه. عندي العنصر الثاني اللي هو الاكسترنال انفلز، أو دي بنسميها الفكين للأبعاد الخارجية، وعندي internal anvils اللي هي فكين للأبعاد الداخلية، وآخر حاجة عندي الدبث جو، دي اللي بتقيس الدبث أو الأعماق. بيكون عندي هنا مسمار صغير، المسمار ده بيثبت، بيعمل fixation أو بيثبت القياس. أول ما أقيس حاجة أروح أقفل المسمار عشان أتأكد إن الـ secondary scale ما تتحركش يمين وشمال. أنا سايبالك هنا لينك، لو دوست على اللينك ده
هيوديك على ويب سايت. الويب سايت ده عليه ابلكيشن لفيرنير كاليبر. لو جيت فتحت الابلكيشن دي هتلاقي ان عندك فيرنير كاليبر، تقدر تحركها يمين وشمال باستخدام الماوس بتاعك. في الوضع اللي احنا فيه ده انا قافله الفيرنير خالص وقايسه زيرو. لو فتحتها شوية وحطيت جزء هنا فأنا قايسة 7.90 مليمتر. لو فتحتها شوية كده أنا قايسة 56.5 مليمتر، وهكذا. ممكن تجربوه وتشوفوا أشكال مختلفة للفيرنير كاليبر وتبدأوا تحسبوا أبعاد مختلفة. طيب خلينا نبص تاني على الفيرنير كاليبر. لو بقيس بعد خارجي زي ديامتر مثلا او قطر للصوانة بحطها على الفكين للإكسترنال. لو بقيس انترنال ديامتر او دايمنشن او بعد داخلي بستخدم الفكين اللي هم اسمهم الانتر انسايد جوز اللي موجودين هنا. لو هقيس عمق بيكون شكل القياس بالطريقة دي وبستخدم الجو اللي في الآخر. طيب إزاي بياخد القياس؟ أنا قسمت لكم طريقة القياس لسبع خطوات. خلينا نشوف أول حاجة. step 1 بحدد المين سكيل فين والسكندري سكيل فين. بشوف الفيرنير بتاعتي، أبص هنا أقول ده المين سكيل، وبص هنا أقول اللي بيتحرك ده هو السكندري سكيل. تاني حاجة بحدد السكيل فاليو أو السمولست سكيل سايز على المين سكيل. أبص على المين سكيل ده ماشي ازاي، 0, 10, 20, 30 مليمتر. يبقى أصغر شرطة أقدر أقيسها هنا زي المسطرة بالظبط هي 1 مليمتر. ثالث خطوة بعد عدد الديفيجنز اللي في السكندري سكيل. مش ده السكندري سكيل متقسم لكام تقسيمة، كام ديفيجن؟ لو جيت عديت الشرط اللي هنا هلاقي 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. يبقى 10 ديفيجنز. يبقى السكيل فاليو بتاعتي للفيرنير كلها على بعض، مش المين بس والسكندري بس، كلها على بعض، بقسم 1 مليمتر على 10 بتساوي 1/10 مليمتر. الخطوة اللي بعد كده بشوف الزيرو بتاع السكندري سكيل واقف فين. في الحالة اللي عندي هنا هو واقف ما بين الشرطة 1, 2, 3, 4، واقف ما بين 3 و4. عدى الأربعة؟ لا، يبقى ما بين 3 و4. الخطوة رقم 6 بشوف أنهي شرطة من الفيرنير سكيل أو السكندري سكيل تطابقت مع المين سكيل. حصل تطابق فين؟ الشرطة رقم 7. يبقى الشرطة رقم 7، يبقى القراية بتاعتي الزيرو واقف ما بين 3 و4. عدى الأربعة؟ معداش الأربعة، يبقى 3 زائد حتة صغيرة أنا مش عارفاها. الحتة الصغيرة دي بتساوي الشرطة رقم 7 مضروبة في السكيل ديفيجن اللي احنا طلعناه في السلايد اللي فاتت بـ 0.1. يبقى القراية بتاعتي كلها بتساوي 3.7، معناها إيه؟ مليمتر طبعا. معناها إيه 3.7؟ هي مش 4، هي ما بين 3 و4. فين بالظبط؟ عند 7/10 مليمتر. عرفت ازاي؟ من تطابق الشرطة 7 للمين للسكندري سكيل على المين سكيل. طيب تعالوا ناخد اكزامبل تاني للي ما فهمش الاكزامبل الاولاني. اول حاجة بعملها الخطوة الاولانية بحدد انهي المين سكيل وانهي السكندري سكيل.
ده يا شباب المين سكيل وده السكندري سكيل. تمام. طيب المين سكيل ادي كده اول خطوة. تاني خطوة، اصغر شرطة على المين سكيل بتساوي كام؟ زي المسطرة 0 ل 10 ملليمتر، يبقى الشرطة الواحدة دي ب1 ملليمتر. طيب الخطوة رقم 3، السكندري سكيل في كام ديفيجن، اتقسم كام تقسيمة؟ لو جينا عدينا هنا هنلاقي ان هم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 10 تقسيمات. يبقى السكيل فاليو بتاعتي للفيرنير اللي في الحالة اللي هنا بتساوي 1 ملليمتر على 10 ديفيجنز بتساوي 1/10 ملليمتر. الزيرو بتاعي هنا واقف ما بين انهي شرطة وشرطة؟ واقف ما بين الشرطة رقم 7 والشرطة رقم 8. طب انهي شرطة من من السكندري سكيل عملت تطابق مع المين سكيل؟ لو جيت عديت هتلاقي ان هي الشرطة رقم 1 2 3 4 5، الشرطة رقم 5. يبقى القراية بتاعتي بتساوي ما بين 7 و8، عدت 8؟ لا، يبقى 7 + 5 مضروبة في 0.1 اللي هي السكيل فاليو. اكزامبل تاني للي لسه ما فهمش، لازم احدد المين سكيل والسكندري سكيل. المين سكيل دايما الاكبر، لما نيجي نبص هنا هنلاقي ده اللي تحت ده المرة دي هو الاكبر، يبقى ده المين سكيل. وانهي السكندري؟ ده السكندري سكيل. طيب تعالوا نشوف المين سكيل متقسم ازاي. هنا مكتوب 0 1 2، الواحد دي واحد ايه؟ سنتيمتر، صح؟ طب تعالوا عشان ما نتلخبطش نشيل السنتيمتر دي ونحولها لمليمتر، يبقى بدل 1 هحط 10 وبدل 2 هحط 20 واكتب هنا مليمتر. اصغر شرطة على المين سكيل بتساوي كام؟ لو دي كلها 10 ملي، يبقى الواحدة دي بكام؟ 1 ملي. تمام. عندي كام تقسيمة في السكندري سكيل؟ لو جينا عدينا هنا هنلاقي ان هما 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 10. يبقى السكيل فاليو بتاعي بكام؟ 0.1. الزيرو بتاع السكندري سكيل واقف ما بين ايه وايه؟ واقف ما بين 5 و6. انهي شرطة اللي متطابقة؟ الشرطة رقم 8 هي اللي متطابقة من السكندري سكيل على المين سكيل. يبقى القراية بتاعتي بتساوي ما بين 5 و6، عدت 6؟ لا، تبقى 5 + 8 في السكيل فاليو بتساوي 5.8. هي قربت جدا على 6، لان لو جيت بصيت هنا على الزيرو قرب قوي على 6، بس لسه ما جابش 6، هو فاضل له 0.2 ملليمتر ويبقى 6. اكزامبل تالت، المين سكيل اهو الكبير، السكندري سكيل اهو الصغير. اصغر شرطة على المين سكيل، هشيل السنتي دي عشان ما اتلخبطش واخليها كلهم ايه؟ مليمتر. أصغر شرطة بتساوي 1 ملليمتر. السكندري سكيل متقسم لعشرة ديفيجنز، السكيل فاليو بتساوي 1/10 بتساوي 1/10. الزيرو ما بين 43 و44، الشرطة رقم 5 هي اللي متطابقة. القراية بتاعتي الزيرو ما عداش 44، يبقى هو 43 + 5 شرط مضروبين في 0.1 بتساوي 43.5 ملليمتر. تعالوا نبص على examples ثانية. كل الاكزامبلز اللي فاتت السكندري سكيل كان متقسم لعشرة ديفيجنز،
بالتالي على طول الـ scale value بتاعتي كانت 0.1. طب لو جينا قسمنا الـ scale value لـ20 division، scale value بتاعتي تزيد ولا تقل؟ هتقل. معنى كده إن أنا عندي 1 مليمتر قسمته لـ20 جزء، يعني أصغر جزء على الـ secondary scale ممكن يوصل لـ 0.05 مليمتر. بالتالي أداة القياس أو الفيرنير كاليبر اللي عندها 20 ديفيجن على السكندري سكيل تقيس أدق من أداة القياس أو الفيرنير اللي عندها 10 ديفيجنز بس. ده إكزامبل تاني، المين سكيل أهو مكتوب عليه. طيب والسكندري سكيل أو الفيرنير سكيل أهو الصغير ده. تعالوا نشوف المين سكيل متقسم إزاي المرة دي، من 10 لـ20 عندي كام شرطة في النص؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 ديفيجن ما بين 10 والـ20، معنى كده إن دي 11 ودي 12 13 14 وهكذا. يعني الصغيرة اللي في النص دي ايه؟ 10.5. هحاول اكتبها لكم عشان ايه اللي مش متخيلها يفهم. دي 10.5، يعني الـ smallest scale size 0.5 مليمتر. طب الـ secondary scale، السكندري سكيل متقسمة 25 ديفيجن، يعني السكيل فاليو بتاعي 0.5 على 25 بتساوي 2 من 100 مليمتر. الزيرو بتاعي واقف ما بين 11.5 والـ12. الشرط رقم 13 هي اللي عاملة coincident، يبقى القراية بتاعتي بتساوي 11.5 لأنها ما عدتش الـ 12 زائد 13 شرطة مضروبين في الـ scale value 0.02 بتساوي 11.76 مليمتر. دلوقتي هنشرح النوع الثاني من الـ simple measuring tools وهي الميكرومترز. الميكرومترز شبه الفيرنير كاليبر برضو، أقدر أقيس بها الدبث أو العمق، أقدر أقيس بها أبعاد داخلية أو أبعاد خارجية. الفيرنير ميزته إن أنا أقدر أقيس الثلاث حاجات دي باستخدام جهاز واحد بس أو أداة قياس واحدة بس، إنما الميكرومتر عندي ميكرومتر للدبث لوحده، ميكرومتر للأبعاد الخارجية لوحده، وميكرومتر للأبعاد الداخلية لوحده. الميزة إن الميكرومتر سكيل فاليو بتاعه لحد 0.01 مليمتر، فبالتالي أقدر أخد قياسات أدق من الفيرنير كاليبر. أنا هنا برضو سايبالكم أبليكيشن، لو جيت ضغطت على اللينك اللي هنا هندخل على ميكرومتر أبلت برضو، تضغط على الصورة اللي هنا دي هتلاقي انك عندك application لميكرومتر، تقدر تصغر البعد اللي هنا، تقدر تحرك الانفل وتقفل على البورت بتاعك وتاخد القراية. في الحالة بتاعتنا هنا القراية مثلا 3.5 مليمتر، ممكن لو بعدتها شوية تلاقي الثيمبل دي السكندري سكيل بيلف وتاخد قراية 6، تاخد قراية 5، يعني تقعد تحرك فيها كده شوية. ده برضو بيكون لوك للميكرومتر، ابقوا بصوا عليه. لو حد منكم ما حضرش الورشة أو السكشن بتاعه ممكن حاجة زي دي تساعده شوية.
لو بقيس أبعاد خارجية ممكن أبقى ماسكة حاجة زي مسمار مثلا وأقيس الراس بتاعة المسمار، ممكن أبقى ماسكة بارت شبه البار ده وأقيس السمك ده باستخدام الميكرومتر، ممكن أقيس البعد الداخلي باستخدام الانترنال مايكرومتر في الصورة دي أو في الصورة دي، الدبس زي ما اتكلمنا شبه الفيرنير بالظبط، برضو بسند القاعدة بتاعة الدبس مايكرومتر وابتدي ألف من هنا، هيبتدي الأنفلل دي تنزل لحد لما تلامس البورت وآخد القراية بتاعتي من هنا. طيب آخد القراية ازاي؟ شبه جدا الفيرنير كاليبر. أول حاجة لازم أشوف فين المين سكيل وفين السكندري سكيل، ده هو المين سكيل وده هو السكندري سكيل. أصغر شرطة في المين سكيل بتساوي إيه؟ بتساوي نص مليمتر. عارفين المسطرة الحديد اللي أول 10 ملي منهم متقسمين لإنصص؟ الميكرومتر عامل زيها بالظبط، عندي هنا 5 مليمتر، يبقى ده 1، ده 2، 3، 4، وهنا النص، يعني أنا ماشية نص، 1، 1.5، 2، 2.5، 3، 3.5، 4، 4.5، 5. يبقى أنا أصغر شرط عندي على المين سكيل بتساوي 0.5 مليمتر. دايما السكندري سكيل ساعات بيسموه ثيمبل اتقسم ل 50 ديفيجن، يبقى السكيل فاليو للميكرومتر بتساوي نص على 50 بتساوي 1 على 100 مليمتر، السكيل فاليو بتاعت الميكرومتر. الانترسكشن أو تقاطع المين سكيل مع السكندري سكيل هيكون فين؟ لو جينا عدينا كده هنلاقي إن دي 5، يبقى دي 6، يبقى دي 7، يبقى دي 8، يبقى دي 9، يبقى هي واقفة بعد 9. 9.5 بانت ولا لأ؟ ما بانتش، يبقى بعد 9 بس قبل 9.5. أنهي شرطة من السكندري سكيل تطابقت مع المين سكيل؟ لو جينا هنا بصينا هنلاقي إن هي الشرطة رقم 26. يبقى القراية بتاعتي 9 + 26 مضروبة في السكيل فاليو اللي هي 0.01، يبقى 9.26 على طول. example تاني، المين سكيل أهو، السكندري سكيل أهو. أصغر شرطة في الميكرومتر دايما بتكون بنص مليمتر، الديفيجنز دايما بتكون ب50، يعني scale value دي مكتوبة غلط، نص على 50 بتساوي 0.01. ال secondary scale واقف بعد الحداشر، ما عداش الحداشر ونص. الشرطة رقم 18 هي اللي تطابقت مع المين سكيل، يبقى أنا عندي 11 + 18 مضروبة في السكيل فاليو اللي هي 1 من 100، يعني 11 و18 من 100. example تاني، ده المين سكيل، ده السكندري سكيل. المين سكيل أصغر شرطة فيه نص مليمتر، عندي 50 ديفيجن، يبقى السكيل فاليو 0.5 على 50 بتساوي 1 من 100. واقفة فين؟ السكندري سكيل واقف فين؟ ادي 6، ادي 7، ادي 8، ادي 8.5، بعد 8.5 بس قبل 9، يبقى 8.5 زائد الشرطة رقم 29 هي اللي تطابقت مع المين سكيل. عرفت ازاي ان دي 29؟
ما هي دي 25 ودي 30، يبقى دي 26 ودي 27 ودي 28، يبقى دي 29. تطابقت مع المين سكيل مضروبة في 0.01 يبقى 8.79 مليمتر. نيجي لمثال زي اللي عندكم هنا. عندي ثلاث أبعاد عايزة أقيسهم، مطلوب منك إنك تقول أنهي أداة قياس تصلح لقياس البعد ده. أعرف منين؟ لازم أبص على البعد اللي عندي قيمته قد إيه. تعالوا ناخد البعد الخارجي ده، القيمة بتاعته 36.5، 36.5، يبقى أداة القياس السكيل فاليو بتاعها لازم يبقى 0.1 مليمتر عشان أقدر أقيس حاجة كده. زي إيه مثلا؟ الفيرنير كاليبر اللي إحنا استخدمناها في الأول. طيب لو عندي بعد داخلي 28.35 مليمتر، يبقى لازم أداة القياس تكون السكيل فاليو بتاعها حوالي 0.01 مليمتر. كل الفيرنيرز اللي شفناهم كانوا 0.1 أو 0.02 مليمتر. يبقى علشان أقيس حاجة بالدقة المطلوبة هنا لازم يبقى السكيل فاليو بتاعها يتناسب مع القياس، بالتالي بعد زي ده هيكون الميكرومتر الداخلي أحسن من الفيرنير. طب الدبث اللي هنا ده، هنا الدبث 48.32، عندك اختيارين، يا إما تاخد الفيرنير اللي عندها سكيل فاليو 0.02 يا إما تاخد ميكرومتر الأعماق. أتمنى تكون الحتة دي مفهومة. هننقل على الفيرنير بروتراكتر، نفس الفكرة بالظبط. هبتدي أشوف إن الفيرنير بروتراكتر دي بدل ما هي بقيس أبعاد زي مثلا قطر، سمك، depth، أنا بقيس الزوايا. عندي برضو مين سكيل وعندي سكندري سكيل، عندي fixed anvil، حد ثابت وحد متحرك. بجيب الجزء اللي عايزة أقيسه زي البارت اللي هنا ده، بحط الحد الثابت على ناحية والحد المتحرك على ناحية تانية وأقيس الزاوية اللي هنا، كأني بالظبط بستخدم المنقلة. الفكرة إن دي أدق شوية من المنقلة، المنقلة اللي عندي أقل بتبقى شبه المين سكيل اللي هنا ده. إزاي أقيس بيها؟ هبتدي برضه أشوف فين المين سكيل وفين السكندري سكيل. المين سكيل متقسم درجات 0 10، معنى كده ان اصغر شرط عليه بتساوي 1 degree. السكندري سكيل لو تجاهلنا الناحية اللي هنا وركزنا في الناحية دي بس، هنلاقي ان هي من 0 ل 60 متقسمة ل 12 جزء. عرفت ازاي ان هي 12؟ عديت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، قسمت عشان احسب السكيل فاليو 1 على 12 بتساوي 5. ايه مينتس دي؟ الديجريز يا جماعة، كل ديجري بتتقسم ل60 مينت، زي بالظبط الساعة كده، مش الدقيقة بيبقى فيها 60 ثانية والساعة بيبقى فيها 60 دقيقة، فبالتالي الدرجات لما باجي أقسمها بقسمها لدقايق، يبقى الديجري فيها 5، الديجري فيها 60 منت، 60 على 12 بتساوي 5 منت. بشوف الزيرو بتاعي واقف فين ما بين A و A، وبشوف أنهي شرطة من السكندري تطابقت مع المين، واخد القراية بتاعتي. تعالوا ناخد اكزامبل. عندي فيرنير بروتراكتر، الأول بشوف فين المين سكيل أهو، فين السكندري سكيل أهو. المين سكيل أصغر شرطة فيه ب1 degree، السكندري سكيل متقسم 12 ديفيجن، معنى كده إن أنا السكيل فاليو بتاعتي بتساوي 1 على 12 اللي هي 60
دقيقة على 12 بتساوي 5 دقايق. الزيرو بتاعي واقف ما بين 22 و30، عرفت منين ان هي 22؟ عديت 21، دي 22 ودي 23، يبقى ما بين 22 و30. الشرطة رقم 8 هي اللي تطبق، عرفت منين انها رقم 8؟ عديت 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى 8 مضروبة في 5 ما عدتش 23، يبقى 22 degrees زائد 40 دقيقة. example تاني، main scale اهو، secondary scale اهو، أصغر تدريج على المين سكيل بواحد ديجري، السكندري سكيل فيه 12 ديفيجن، 1 على 12 بتساوي 5، الزيرو واقف ما بين 28 و29، عرفت ازاي؟ العشرين اهي والتلاتين اهي والزيرو بتاعي هنا، لو دي 30 يبقى دي 29، تبقى دي 28، ما بين 28 و29، انهي شرطة اللي تطبقت؟ الشرطة رقم 3، 0 1 2 3، يبقى أنا عندي 28 ديجري وتلاتة في 5 15 منت. خلينا نرجع تاني نبص على الصورة الكبيرة للبرودكشن سيستمز أو لخطوط الإنتاج زي ما اتفقنا إحنا في أنهي جزء. إحنا في الجزء بتاع الإنسبكشن. الفترة اللي فاتت من المحاضرة كنا بنتكلم في الانسبكشن والقياسات البعدية، وأخذنا كذا example للسيمبل تولز زي الفيرنير، المايكرومتر، الفيرنير بروتراكتور. أخذنا برضو أو بصينا سريعا على يعني إيه 3D scanner ويعني إيه coordinate measuring machine. عايزين نفهم أو نتعرف على مفهوم جديد وهو الجودة. يعني إيه جودة؟ جودة المنتج اللي أنا بصنعه قبل ما يروح للمستهلك أو الكونسيومر. الكونسبت بتاع الجودة أو مفهوم الجودة هي الـ ability of a product to satisfy implied or stated. هل المنتج بتاعي ده بيوفي المطلوب منه ولا لا؟ هل البرودكت بتاعي ده بيساتسفاي الكاستمر ولا لا؟ العميل لما بياخد المنتج بيبقى مبسوط منه ولا لا؟ طبعا الكواليتي بتأثر في الكوست، بتأثر في التايم، وكل ده بيأثر في الفانكشن المطلوبة من البارت بتاعي. خلينا نبص كده تاني برضو. هيظهر لي مصطلح جديد اسمه الكواليتي ليفل، وهيظهر لي مصطلح تاني اسمه ديفكتيف يونت. انا بعد ما انتجت المنتجات بتاعتي كلها وعملت عمليات القياس، لو طلع بارت القياس بتاعه غلط، مش هو ده اللي الكاستمر عايزه، طلع بارت فيه عيب معين بسميه defective part أو defective unit. بحسب الكواليتي ليفل بإني أقول 1 ناقص عدد المنتجات المعيوبة على التوتل أو عدد المنتجات الكلية. بمعنى لو أنا عندي 500 بارت، 10 منهم طلعوا معيوبين، يبقى الكواليتي ليفل بتاعتي بتساوي 1 ناقص 10 على 500 بتساوي 98%. طب انا ازاي اعلي الكواليتي ليفل دي؟ طول ما انا في خط الانتاج الهدف بتاعي اني اعلي الكواليتي ليفل عن طريق حاجتين، عن طريق كواليتي كنترول او كواليتي اشورنس. كواليتي كنترول مرتبطة بالبرودكت، بمعنى اني باخد كل
inputs للبروسيس زي بقى الامبلوي او المواد الخام او الماكينات نفسها او الاجزاء الماكينات او الكمبيوتر اللي بيحرك الماكينات، وابتدي ادخل كل دول البروسيس بتاعتي واطلع الاند برودكت اللي انا عايزه انتجه واعمل عمليه انسبكشن. عمليه الانسبكشن دي هتطلع لي حاجه من الاثنين، يا اما البارت اكسبتد وهبعته للعميل، يا اما البارت ريجكتد. لو ريجكتد ادخله في السيستم تاني واعمل ايه تصليح له لو ينفع يعني، ويدخل تاني ويحصل له عمليه انسبكشن. معنى كده ان انا محتاجه اعمل 100% inspection على كل المنتجات اللي أنا بطلعها عشان أشوف هي accepted ولا rejected. فبتعامل مع البرودكت نفسه، ماليش أي علاقة ولا بالبروسس ولا بالinputs، وببتدي أستخدم أدوات تساعدني أني أعرف الكواليتي بتاعتي جوه الليميتس فتبقى accepted، ولا بره الليميتس فتبقى ريجكتد. فمثلا احد الادوات اللي ممكن استخدمها حاجه اسمها الكنترول شارت. ابتدي اشوف البورت الاولاني اكسبتد اكسبتد ريجكتد اكسبتد 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 ريجكتد. ابتدي اشوف بقى الكواليتي كنترول شارت بتاعتي، اقول اشمعنى الثلاثه دول مثلا ريجكتد، ده العامل الفلاني ايه كان موجود، يبقى ايه ده اكيد بيعمل حاجه غلط في المكنه وهو بيشغلها. فابتدي ارجع للعامل ده واشوف هو بيعمل ايه بالظبط. ابتدي اشوف مثلا الساعه دايما بتحصل عيب الساعه 6، هل مثلا الكهرباء بتقطع مثلا في الوقت ده، هل ما بشتغلش على المكنه رقم 1 وبشتغل على المكنه رقم 2، يبقى المكنه رقم 2 فيها مشكله، وهكذا. الحاجة التانية اللي اتكلمنا عليها عشان أعلي الكواليتي ليفل هي توكيد الجودة أو الكواليتي أشورنس. الكواليتي أشورنس مش بس بتتعامل مع البرودكت، بتتعامل مع البروسيس كمان. لو جينا برضو نبص عليها أو نشوف التعريف بتاعها، هي جميع الأنشطة المرتبة والمخططة التي يتم تطبيقها من خلال نظام الجودة ويتم توثيقها. معنى كده أن أنا قبل ما ابتدي عملية الإنتاج بتاعتي بجيب خطة، وبعمل خطة لصيانة المكنة مثلا أو لتدريب العامل، أو أني هعمل مثلا اختبار للمنتجات في أوقات معينة، هقول إن في وقت معين هنراجع فيه كلنا مثلا الأنشطة اللي المفروض تتعمل قبل ما نبدأ عملية الإنتاج. فبدخل ببتدي أربط ما بين البرودكت والبروسيس. الكواليتي أشورنس والكواليتي كنترول هم جزء من التي كيو إم أو التوتال كواليتي مانجمنت. التوتال كواليتي مانجمنت لو جينا نبص على التعريف بتاعها هنلاقي ان هي متضمنه داخلها الكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس. هنا بقى مش بس بربط البرودكت والبروسيس ببعض، انا بدخل كل الكومباني بتاعتي، بمعنى اني بدخل تخطيط عمليات الانتاج، بشوف تطوير المنتج وادخله جوه عمليه الجوده، اشوف البحوث التسويقيه، بشوف التستنج والانسبكشن اللي هم اجراء البحوث والاختبارات، الماركتنج بتاعي والتسويق للمنتج ده، الكاستمر سيرفيس وخدمه ما بعد البيع، كل دول بيكونوا داخلين داخل التوتال كواليتي مانجمنت. طب انا اعرف منين المنتج بتاعي ده الكواليتي بتاعته كويسه ولا مش كويسه؟ ما ممكن الشركة الفلانية تقول هي كده كويسة وخلاص، وشركة تانية تقول لا دي هي دي اللي أحسن. ظهرت مؤسسة اسمها الأيزو أو الـ International Organization for Standardization. المؤسسة دي مش تابعة لأي دولة، هي مؤسسة مكونة من 164 دولة. الهيد كوارتر بتاعتها
أو التأسيس بتاعها حصل في سويسرلاند في جنيفا، والمؤسسة دي الهدف بتاعها إن هي تعلي الوعي وتحط قوانين وستاندردز لحاجات كتير مش بس للصناعة. الايزو ستاندرد بتحاول تجاوب على السؤال اللي هو ايه احسن طريقة اعمل بيها المنتج ده، او ايه احسن طريقة اقدم بيها السيرفيس دي للكاستمر. بتهتم وبتجمع ما بين السيفتي، الريلايبيليتي، الاعتمادية على المنتج ده، والكواليتي بتاعت المنتج ده. بتحاول تحسن البرودكتيفيتي بتاع المكن بتاعي او بتاع المؤسسة بتاعتي عامة، وتقلل الايرورز والويست اللي ممكن يحصل لو انا ما اتبعتش الجودة دي. Applying الايزو ستاندرد او ان انا اطبق قوانين الستاندرديزيشن هتساعد المؤسسات ان هي توفر في الوقت وبالتالي في الاكسبنسز او الفلوس. هتحسن البروسيس افيشنسي بمعنى ان انا هقلل او هحسن استهلاك الماكينات اللي عندي في المصنع، هزود رضا العميل، هكون competitive لو في شركة بتنافسني أنا عايزة أطبق الايزو ستاندردز والشركة دي عايزة تطبق الايزو ستاندردز، الاتنين هيحاولوا يحسنوا المنتج بتاعهم قوي، فبالتالي ده هيكون أحسن للكاستمر في الآخر. بستفيد من كل العناصر اللي عندي في المؤسسة، بيكون عندي credibility بمعنى ان انا بنتج منتجات كويسة، فبالتالي الكاستمر هيرجع لي كل مرة لانه عارف ان انا سمعتي كويسة في السوق. هتحسن او طبعا جزء كبير جدا برا بيهتم بالانفايرمنت والهيلث، مش بس للكاستمرز لا للامبلويز كمان، فبالتالي بتحط ستاندردز تحافظ على البيئة وعلى صحة الامبلويز والكاستمرز بتوعها. الايزو ستاندردز موجودة في حاجات كتير قوي. الايزو 9001 ده مشهور قوي في الصناعة، في ايزو 45001 ده في المنتجات الصحية، الايزو 14001 مثلا للمنتجات الانفايرمنت، الايزو 22000 للمنتجات الأغذية، ايزو 27001 مثلا لمنتجات الكمبيوتر والساينس مثلا، وهكذا. فهو مش بس للصناعة لا، هو داخل في حاجات كتير جدا. احنا في هندسة الانتاج طبعا بنهتم بالايزو 9001. بكده نكون خلصنا المحاضرة بتاعتنا عن القياسات البعدية والجودة. زي ما قلت لكم لو حد عنده أي سؤال أو في حاجة مش مفهومة ياريت تبعتولي على التيمز. إن شاء الله جميع الأسئلة اللي هتيجي في الامتحان هتكون من المحاضرة، فياريت نركز في المحاضرة، ولو في أي حاجة مش مفهومة تبعتولي على طول. ومتشكرة جدا، وإن شاء الله لو في أي حاجة أرد على أسئلتكم. شكرا.